خليني اهنيك من كل قلبي على النموذج اللي انتم اشتغلتم عليه فيما يخص محاكاة لموضوع من اهم الموضوعات اللي دايما بيتم استخدامها او بيتم التعامل معها او بيتم الترويج لها على انها يعني موضوع متطور وراقي جدا مرتبط بحقوق الانسان، وخاصه في قضيه كانت كاشفه، قضيه الكوفيد 19 والاجراءات اللي صاحبتها وقد ايه كانت، لانها كانت على مستوى العالم، فما كانش في فرصه للدول ان هي تقدر يعني تقدر تتعامل معها الا في اطار اجراءات. كانت اتصور ان الدول الغربيه بالقيود اللي فرضتها كانت اول نقطه من النقاط اللي يمكن بعضها كان ضد مبادئ ومفاهيم هم متصورينها، على سبيل المثال زي حريه التنقل وحريه التطعيم او كلام من هذا القبيل. طب ما هو اقتضت المصلحه، المصلحه العليا للعالم كله وللدول ديت ان هي تاخد اجراءات وقيود كان الهدف منها حمايه العالم كله وحمايه الدوله الوطنيه في هذه الدول. اتصور ان هذا الامر في حد ذاته يعني القى الضوء على ان اختصار موضوع حقوق الانسان في حريه التعبير فقط والممارسه السياسيه، وانه اهميه ان هو يبقى، يمكن ده كان الجيل الاول، والجيل الثاني كان الاقتصادي والاجتماعي واحنا هنا في مصر. ومنقولش ده عشان يعني نشير ان احنا كدوله حارسين على الموضوع دوت، احنا بنحارسين على موضوع حقوق الانسان من منظور فكري، معتقدات احنا بنمارسها. لما بيجي نتكلم زي يعني ما تم تناوله حتى من يعني شبابنا اللي اتكلم في الموضوع او من السيده السفيره مشيره خطاب على موضوع عدم التمييز وعمليه التمييز على اساس ديني او اي اساس اخر، حتى الكلام ده احنا ما عملناهوش تحت ضغط من حد، احنا عملناه في ضوء معتقدات وافكارنا اللي احنا بنقول فيها ان التنوع والاختلاف ده امر احنا بنقوله امر سنة من السنن الكونية، يعني الاختلاف والتنوع بين الناس في اللغة وفي اللون وفي الشكل وفي الثقافة وفي كل شيء ده سنة. مش هنقدر نخلي العالم كله يتكلم لغة واحدة، مش هنقدر نخلي العالم كله شكل واحد، مش هنقدر نخلي العالم كله مشاربه السياسية مشرب واحد. وأتصور إن لو احنا فكرنا إن احنا عايزين نعمل ده، نقول الكل يبقى له لون سياسي واحد أو فهم وممارسة واحدة، أخشى إن احنا يكون ده شكل من الأشكال الاستعلاء بالقدرة، الاستعلاء بالإمكانيات، الاستعلاء حتى بالممارسة. لابد يبقى فيه تنوع واختلاف بين الدول وبعضها البعض. ده مش أنا اللي بقول كده، مش أنا بقول كده عشان بحاول أروج لحاجة أو أدافع عن حاجة، لا، أنا بتكلم دي ده الواقع اللي الدنيا كلها موجودة فيه.